أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في مادة القرآن الكريم غادي نشوفوا صورة جديدة اللي هي صورة الفلق، ودابا غادي نتصنتوا جميع القراءة المباركة ديال هذه الصورة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. وقبل ما نفهموا معاني هذه الصورة الكريمة ونحفظوها في الحلقات المقبلة، غادي نحاولوا نقلبوا فيها الآن على الحروف اللي درستوها في مادة القراءة والكتابة، واللي هي حرف الألف مهموز وحرف الباء والتاء. وغادي نبداو في الأول بالكلمات اللي فيها حرف التاء في صورة الفلق. لاحظوا معايا الصورة على الشاشة، لاحظوا معايا مزيان، شحال عندنا ديال الكلمات اللي فيها حرف التاء واللي هي ملونة باللون الأحمر. أمينة، وحدة. مزيان، عندنا وحدة. واش يمكن لك تقرا لنا هذا الحرف؟ اي. مازيان، تي. والكلمة كاملة هي النفاثات. عودوها. النفاثات. عودوها مرة أخرى. النفاثات. مازيان. والنفاثات هما دوك الساحرات اللي كيعقدوا عقد وكينفخوا فيها باش يضروا بها عباد الله تعالى بالسحر ديالهم. ثم دابا من بعد غادي نشوفوا الكلمات اللي فيها حرف الباء في صورة الفلق. شحال عندنا ديال الكلمات اللي فيها حرف الباء واللي هي ملونة باللون الأحمر؟ لاحظوا معايا على الشاشة. زهور، شحال عندنا من الكلمة؟ جوج. مازيان، عندنا جوج ديال الكلمات. واش يمكن لك تقرا لنا حرف الباء الأول؟ بي. مازيان. كما كتلاحظوا معايا في هذه الكلمة، كما كتشوفوها الآن، هذه الكلمة فيها جوج ديال حرف الباء. الأول جاء في البداية ديالها والثاني جاء في الأخر ديالها. وهذه الكلمة راكم شفتوها في صورة الناس اللي قبل من صورة الفلق. صفية، واش يمكن لك تقرأي لنا هذه الكلمة؟ لاحظيها مزيان. بربي. مزيان، هي بربي. نعاودوا جميع بربي. بربي. عاودوها مرة أخرى. بربي. مزيان. والآن شكون يمكن ليه يقرا لنا حرف الباء ثالث؟ تفضلي أمينة. حرف الباء ثالث. باء. مازيان، باء. والكلمة كاملة هي وقابة. عودوها. وقابة. عودوها مرة أخرى. وقابة. مازيان. وقابة هو منين كيكثر الظلام، الظلام ديال الليل. والآن نشوفوا الكلمات اللي فيها حرف الألف مهموزة واللي هي ملونة باللون الأحمر في صورة الفلق. لاحظوا معايا مزيان الصورة على الشاشة. كتلاحظوها مزيان؟ نعم. كتلاحظوا مزيان؟ نعم. مزيان. إذن شكون يمكن ليه يقرأ لنا حرف الألف المهموز الأول؟ صفية، غطي لي البال مزيان. حرف الألف مهموز الأول اللي هو هذا. إيه. ردي معنا مزيان. عنده الهمزة وفوق منها فتحة. مازيان. وهذه الكلمة سبق لنا شفناها في صورة الناس. شكون يمكن ليه يقرأ لنا هذه الكلمة؟ يمكن ليك صافية تقريها؟ أعوذ. مازيان، أعوذ. عودوها. أعوذ. عودوها مرة أخرى. أعوذ. مازيان. ودابا نشوفوا الكلمة الثانية، شكون يمكن ليه يقرأ لنا حرف الألف مهموز ثاني؟ أمينة. حرف الألف مهموز ثاني. إي. مازيان. والكلمة كاملة هي إذا. عودوها. إذا. عودوها مرة أخرى. إذا. أحسنتم. لاحظوا معايا هذه الكلمة، هذه الكلمة إذا متعودة جوج نوبات. عندنا إذا وقب، ودابا عندنا إذا حسد. إذا حسد. عودوها. إذا حسد. عودوها مرة أخرى. إذا حسد. مازيان. والآن وقبل ما ننهيو هذه الحصة ديال مادة القرآن الكريم، غادي نطلب منكم تنجزوا هذا التمرين اللي موجود في نهاية الحلقة السابعة
ديال مادة القرآن الكريم. ودابا لاحظوا معايا التمرين على الشاشة. كما كتلاحظوا معايا التمرين الآن، واللي مطلوب منكم فيه هو تدربوا على كتابة هذه الكلمات. عندنا جوج كلمات، الكلمة الأولى اللي هي وقابة، والكلمة الثانية اللي هي النفاثات. لاحظوا معايا كيفاش كنكتبوا الكلمة الأولى وقابة، وانتم غادي تحاولوا تكتبوا هذه الكلمة إلى نهاية السطر. ونفس الشيء بالنسبة للكلمة الثانية اللي هي النفاثات، لاحظوا معايا كيفاش كنكتبوها النفاثات بهذا الشكل على هذه الحروف الباهتة، وانتم بطبيعة الحال غادي تحاولوا تكملوها إلى نهاية السطر. وهكذا أخواتي إخواني أتينا على نهاية هذه الحصة ديال مادة القرآن الكريم في هذه الحلقة. ودابا غادي نخليكم مع مادة الحساب.